بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحسني. دكتور مرحبا بك. عندما يعني تصدر تحذيرات لست محافظات من الغرق بسيول الأمطار من الجهات المختصة، لماذا لم تتحرك الجهات المعنية قبل وقوع الكارثة؟ يعني تعرفون أنتم مستوى إدارة الحكومة الاتحادية هي غير قادرة على إدارة سرع داخل المنطقة الخضراء أو حتى جرفي نهر دجلة مقابل الخضراء، كيف يمكن أن تدير شؤون العراق المائية الضخمة اللي هي تمتد من الشمال إلى الجنوب؟ يعني أنا يعني بالتجربة أعتقد أنه حتى الحكومات المحلية عندها مهارات أفضل من الحكومة الاتحادية ودارة شؤون المياه في الحكومة الاتحادية، لأنه تعرفون الوزارة موجودة هي قصة مناصبية أكثر مما هي مسؤولية خدمية لإدارة شؤون المياه في العراق. يعني إلى أي مدى ترى يعني مثلا هذا الترهل في المنظومة الإدارية في المحافظات، إلى أي مدى ترى أنه هو ما يسبب البطء في اتخاذ القرارات؟ هو هذا لبس وفوضى بالإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية. هناك إرباك، الدستور نص على أن إدارة شؤون المياه هي صلاحية اتحادية، ولكن الحقيقة هي ضايعة بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية مرة تحمل مسؤوليتها إلى الحكومات المحلية ومرة الحكومة المحلية تقول هذا شأن اتحادي. والموضوع يعني جزء من الفوضى القائمة، والناس فاقدة ثقتها بالحكومة الاتحادية والحكومة المحلية. أعتقد أنه دائما المتضررين يجب عليهم ان يلجؤوا الى محاسبه الحكومه الاتحاديه اللي تعلن دائما بانها هي مسؤوله عن السياسات العامه والمسؤوليه التنفيذيه الاولى الى اخره. اعتقد عليهم ان يباشروا خاصه المتضررين بحصر اضرارهم. الوحيد الذي تحرك هو محافظ واسط الذي اعلن حاله الطوارئ. في حالة رفع يعني في حال رفع حالة الطوارئ دكتور، ما الواجب على الحكومة في بغداد اتخاذه؟ المحافظون والحكومات المحلية يعني غير مخولة دستوريا في موضوع اعلان حالة الطوارئ. هذا الموضوع من اختصاص السلطات الاتحادية وتعلن من قبل الحكومة وبموافقة البرلمان. ما اعرف من يعني اتى المحافظ واسط في موضوع الطوارئ، وهذا كله موضوع ارتجالي جزء من الفوضى. يعني لا وجود لا بالقانون ولا بالدستور للمحافظ ان يعلن حاله الطوارئ، يعني هذا اختصاص رئيس الحكومه والقائد العام للقوى المسلحه. ومع ذلك يعني اعتقد المحافظ ربما يكون احرص من الحكومه الاتحاديه وتصرف ضمن يعني سياسه المحافظه والخوف على مصالح. طيب كيف تصف دكتور كامل دور إيران في وصول يعني هذا الدور في وصول هذه الكارثة إلى العراق بعد تحويل إيران فائض مياهها عند العراق في الآونة الأخيرة؟ يعني هذا موضوع تاريخي، وإيران يعني دائما زيادات المائية تطلقها عبر جداولها وإنهارها إلى العراق. والمشكلة في الجانب العراقي اللي عليه أن يدير هذه الثروة المائية ويحسن إدارة، يعني سواء من تركيا أو من إيران. أما أنه يعني الإيرانيين طبعا يهمهم مصلحة بلادهم، ولكن ماذا عن مصلحة العراق؟ يعني لماذا لا تتحرك الحكومة في بغداد لإيقاف ذلك، ولا سيما أن الكثير من المحللين يعتبرون ذلك عملا عدائيا؟ الحكومة العراقية تتبرع للدول الأجنبية ومنها إيران بحقوق العراق البرية والمائية. كيف يعني تعتقد بأن الحكومة العراقية ممكن تتحدى الحكومة الإيرانية في موضوع
الاطلاقات المائيه او التسبيب بهاي الكوارث على المناطق الحدوديه. يعني اعتقد هي اضعف من ان تواجه سفير ايراني في بغداد، كيف تواجه حكومه ايرانيه الان هي اقوى حكومه بالشرق الاوسط. يعني ما اعتقد، زائدا هذه ميليشياتها وعصاباتها ونفوذها وشخصياتها على مستوى السلطات التشريعيه والتنفيذيه وحتى القضائيه. يعني كلها تعمل بامر السفير والتوجيهات والسياسه الايرانيه. نعم، من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الدكتور كامل الحسني، شكرا جزيلا لك.